يفوزون على الصدارة. المركز الثاني رهف، المركز الثالث محبة لهجن الشحانية. الله سلام 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 حكى في حسني لؤلؤ العقدي، وضمخ منه الحبيبة بالعنبر الوردي، وأروى تحيات تغنى بروضها حمام الثنى، شكرا على فنن الودي. سلام 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 هجن الشحانية، سلام على مزون من انطلقت في المركز الأول. إليك إليك يا مزون التحيات، إليك يا بلاد السلام، إليك من فؤادي السلام، إليك يا أمير البلاد. سلامي 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 على مزون، وهذه التحيات التي تأتي من مزون لكم يا أهل قطر والشلف الذهبية. شحانية شحانية، المركز الثاني محبة لهجن الشحانية، المركز الثالث جات في رهف أيضا لهجن. المقدمة وابقى مع الاندفاع، ملفت 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 على المركز الاول، ملفت والصدارة هنا. تابع تابع القادم بقوة، تابع القادم بقوة، فجاج فجر شوط، فجاج فجاج هنا مع اللحظات النهائية، الاربعمائة متر النهائية. شوف هذه الثلاثية التي تحمل هنا شعار العنابي، شعار الادعم هنا في هذا الانطلاق مع هذه اللحظة. جابر بن سالم بن فاران المري يكملها ثنائية، يحمل أيضا هذا اليوم هنا مع وجود الشلفة، يضيف الخنجر مع لحظات النهاية في هذه الانطلاقة القوية التي نشاهدها هنا من خلال هذا المسار. الله 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 الله، ملفت 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 غير نقل، ملفت انتقل للمركز الأول، المركز الأول ملفت لهجن الشحانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني فجاج. سلطان بن محمد الوهيبي، لكن الحذرة الحذرة على المقدمة، وقلت لكم حذاري من الحذرة يوم هي في المركز الرابع. ها هي الحذرة تحذرت، بدأت تقترب من الشلفة، بدأت تقترب من التتويج الهاتريك لهذا الشعار، شعار الأدعم، الشعار العنابي يخطف الرموز في هذا المساء. ها هو الرمز الثالث في رصيد هجن الشحانية في هذا المساء وفي هذا السن، سن المفاجأة مع الحذرة. ها هي الحذرة، نقول سلام سلام عليك يا هجن الشحانية على هذا الأداء المتميز الذي قدمتيه في هذا المساء. ولا ننسى أيضا العملاق، عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مشكور يا أبو سالم على هذا التضمير وعلى هذا الأداء. المركز الثاني، المركز الثاني سجى لهجن الشحانية، المركز الثالث الشاهينية لهجن. إذن هجن الشحانية تختطف هذه الرموز الغالية في هذا المهرجان، وانطلق في المركز الثاني. وصل العديد من هجن الشحانية، وصل المشاغب محمد بن خالد أيضا يقدمه وملازم على المركز الثالث، ولكن خلاص ولكن خلاص يوبو. العديد قادم يا زاهي، العديد قادم يا زاهي، العديد وزاهي، ولكن زاهي هو الأقرب للفوز. العديد خطير خطير يا سلام يا سلام، العديد واللحظات الأخيرة، زاهي واللحظات الأخيرة، زاهي زاهي زاهي، العديد وصل، العديد وصل، العديد وصل، العديد الخنجر، الخنجر الفضي، الخنجر بين الاثنين بينهم يا بوي. العديد العديد سلام يا العديد، العديد زاهي زاهي، العديد تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر المشاغب. العديد يختطف الخنجر الفضي في هذا المساء في شوط. في هذه اللحظات مراسم التتويج، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني يقدم هذا الرمز العظيم، هذه الشلفة الذهبية إلى سعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني. وكذلك يتوج سعادة الشيخ جوعان سعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني أيضا بالخنجر الذهبي
العديد أو لملفت الذي انتزع شوط اللقاء القعدان المفتوح، وتوج أيضا سعادة الشيخ جاسم بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني بالشلفة الذهبية. راشد الحمد بن غدير، ولكن اللحظات الأخيرة رقم واحد المركز الأول، هذه هداجة، هذه منصورة تحركت انطلقت منصب، ولكن هداجة بالمركز الأول، الصدارة مع هداجة، الانطلاق مع الرقم واحد، الرقم الصعب، هذه هداجة سلطان الوهيبي يقودها في عملية التضمير، تنطلق نحو خط النهاية. الخماسية في هذا المساء للشحانية، تهانينا أولا لهجن الشحانية ولجمهور الأدعم على هذا الفوز في هذا المساء الذهبي مع خامس الأشواط. يقدم سلطان الوهيبي هداجة في هذا الشوط لينتزع النقطة الخامسة بشعار هجن الشحانية تهانينا. والناموس المركز الثاني، وصلت منصورة بالمركز الثاني لهجن الشحانية المركز الثالث. لهجن الشحانية على المركز الثالث لينطلق هناك سلطان من محمد بن سالم الوهيبي. الله 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 الله، وين الذيب؟ الذيب انطلق، الذيب اندفع، الذيب ليضيف النقطة السادسة هنا مع هجن الشحانية. تهانينا منذ هذه اللحظات نزفها ايضا على ظهر الذيب، والى هجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار، والى سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تهانينا من الأعماق على هذا الفوز والانتصار. من خلال هذا الفوز وهذا الانتصار، هذا هو ذيب مشاهدين الأعزاء لحظات الوصول مع خط النهاية، هنا يأتي بالفوز والانتصار ويسجل النقطة السادسة مع الشعار الأدعم. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لحظات الوصول. المركز الثاني دسمان من هجن العاصفة، والمركز الثالث وصل بارود من هجن أيضا شحانية. المركز يا سلام الله، شوف الأداء، شوف المنظر الجميل، شوف العرض المميز، شوف الهوى وشوف هقوة، كلها مكانها واحد وموقعها واحد وشعارها واحد وأيضا مضمرها واحد. يا سلام، الله الله الله، هذه هقوة تتقدم مشاهدين الكرام بهذا العرض الجميل وبهذا الأداء المميز. هذه هقوة هنا تحسم الشوط من صالحها. تهانينا والناموس من هذا المكان لهجن الشحانية على فوز هقوة وتحقيقها بالمركز الأول، وأيضا تدوينها للنقطة السابعة في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الرهوة وصلت على المركز الثاني لهجن الشحانية، والمركز الثالث وصلت فيه الفائزة لهجن الشحانية، والمركز الرابع وصلت فيه فتنة لهجن الشحانية، والمركز الخامس الملكي لهج الشحانية سالم بن فاران المري من يقود بعملية التنظير. ولكن دباس انطلق مع الصدارة، غير أمور هذا الشوط ليذهب بالسيارة لينتزع هذا الناموس الغالي. ولكن المركز الثاني تواجد النمر على المركز الثاني، تايه على المركز الثالث، دباس والنمر وتايه، تايه ودباس والنمر. يا سلام، ثلاثية جميلة، مثلث الناموس، شعار هجر الشحانية مع التميز، مع الانطلاق الجميل، مع النقطة الثامنة في هذه الفترة المسائية، وانطلاقة دباس مع المركز الأول بشعار هجر الشحانية، مع المشاقب محمد بن خالد العطية من بدأ يشاقب بهذه الانطلاقة وبناموس هذا الشوط، ومع دباس تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثاني النمر، المركز الثالث تاية لهجن الشحانية، المركز المتر الأخير للجولة الأوامر النهائية، ومراسيل
مراسيل على الصدارة، مراسيل على المقدمة بهذا الشعار، شعار اهدن العاصفة المملوك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وبقيادة الواثق حمد بن راشد بين غدير من يتابع انطلاقة مراسيل من حاف مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وبقيادة سعيد بن راشد بن غدير. ولكن مراسيل على المقدمة، سلام دولة الإمارات، سلام، تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز مراسيل بالمركز الأول، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه لحظات وصول مراسيل إلى خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منازع، تصل إلى خط النهاية. المركز الثاني من حاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث المركز الثالث ياتي في بديع من هجن الشيحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن شوف الثلاثية الجميلة، ولكن شديد وهو اسم على مسمى، شديد في أداء، شديد في انطلاقاته بدون أي توامر، وعصاف الأبطان صدرت عليه الأوامر، انطلق واستجاب ما شاء الله في هذا الاندفاع. أوه يا شديد ينطلق بالمركز الأول، بالانطلاق الأول للمرة التاسعة لهذا الشعار، لهذا الشعار. مشاهدين الأعزاء الأدعم هناك الذي ينطلق بهذه الإنجازات العملاقة والجميلة، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، تهانينا لسالم بن يابر بن فاران المري على هذا الفوز، ولحظات وصول شديد وانتزاع ناموسي هذا الشوط بجدارة وبأداء جميل، بينما المركز الثاني يصل في مايهاب من هجن العاصفة، والمركز الثالث يأتي في هذه اللحظات اللي التدريب. خجل من تاتي على المركز الثالث، خجل لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، وصلت مرموقة لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يصل في هذه اللحظات. أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى المقدمة الأولى، إلى المركز الأول. الله 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 الله، الأربعمائة متر الأخيرة، هناك ود وهنا دمعة، دمعة وود على مقدمة هذا الشوط. هناك ود لهجن الشحانية، يتواجد جابر بن سالم فاران المري، ودمعه القادمه بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رامي سعيد المكتوم، سعيد بن راشد بن غدير، العوده الى الصداره، ود على المركز الاول، ود على الانطلاق الاول، ود ودمعه، دمعه وود، ود على المركز الاول. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه على هذا الفوز والانتصار والنقطه العاشره في هذا المساء. شكرا جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني وصل الدمعه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رامي سعيد المكتوم، المركز الثالث. مجريات هذا الشوط، مختال بدأ يشد الرحال إلى أول المراكز. الله يا مختال، مختال وهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا مختال؟ من بدأ يشد الرحال إلى الناموس، إلى التتويج؟ المركز الثاني، التواجد من قبل تيار بشعار هجن الشحانية مع السلطان بن محمد الوهيبي، ثالث التحديات شايم بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، وخلاص محتال هو هنالك من فاز بناموس هذا الشوط، هو مختال من أيضا نال التتويج ونال النقطة 11 في هذه الفترة المسائية مع انطلاقة شعار هجن الشحانية ومع المضمر محمد بن خالد العطية. هذه لحظة وصول مختال إلى خط النهاية، المركز الثاني شايب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، المركز الثالث من يحمل رقم. الثاني والمركز الثالث وصلت هنا منصوره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير، من يتابعها بالتضمير. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الافاضل، نرجع واياكم بعد ان اكملنا النداء للمركز الثالث مباشره، حيث نحن نقطع ال 400 متر الاخيره والامور
يمر مع مهيله مع الناموس مهيله خلاص. اذا مشاهدينا ومتابعينا الافاضل، النقطة الثانية عشر في هذا المساء تحسب من صالح هذا الشعار. تهانينا من هذا المكان لهجن الشحانية العملاقة ولمضمر مهيله، كذلك ايضا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه مهيله وصلت الى خط النهاية، المركز الثاني وصلت في مديار لهجن العاصفة. اما المركز الثالث مهاجر مرة ثانية لتهاجر بناموس هذا الشوط بشعار هجن الشحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يضمرها. أما المركز الثاني تتقدم فيه العقرب من هجن العاصفة، يضمرها حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز ناموس مهاجرة ولا المرة الثالث عشر في هذا المساء في هذه الانطلاقات هجن الشحانية تحقق الفوز والنصر. تهانينا كذلك التهنية موصولة للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز مهاجرة بالمركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت فيه سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق من يتابع الانطلاق. ولكن هنا من تاتي مروى الهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدي الاكتبي. وصلت جود يا سلام مع المركز الثاني لهجن الشحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يترلي من الناموس مروى الشعة جود هنا، وايضا الشعة ما سلمت الفوز. الشعة مسيطرة، مروى شعة جود على ارض الجود، غيرت جود، انطلقت جود، انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أسعد الله مساك على هذا الفوز والإبداع والانتصار. شوط الختام تغادر به جود. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق في هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الشعب لهجن الشحانية، المركز الثالث مروى لهجن العاصفة المركز الرابع.